أتت مدينة الهرمل بعد الضاحية الجنوبية أكثر استعدادا وتحصينا من ذي قبل، فقد عمد بعض أصحاب المحال والمصارف والمقاهي إلى وضع أكياس الرمل أمام محالهم واقية وتحسبا من تفجيرات مستقبلية اعتادوها بعدما تعرضت الهرمل لثلاثة تفجيرات، غير أن تحصينات مقهى برهوم لم تستطع منع هواة الأرجيلي من ارتياده. هلا نحن عم نعيش حياتنا الطبيعية كل نهار، بنخلص من الشغل بنجي لعند ابراهيم من ارجل بنسهر بالليل عادي عادي، يعني ما تغير علينا شيء. بس حاطين هالدشم يعني شو؟ بالعكس عطيه منظر وهيك انه عايشين نحن حاله حلوه، يعني ما نحن ما نفزعانين من هاي الحاله ولا بتخوفنا، ونحن مر علينا كتير وبعد بيمروا علينا ونحن ناطرين اللي جاي واللي راح الله معه، ما انا فرقاني معنا بنار. هلا الدشم منظر بالنهايه هن يعني منظر حلو حاطينهم للامان لو بدت ترد علينا شوي يعني، بس بالنهاية نحنا بدشم ولا بلا دشم عادي بنجي من أرجل وعادي، مش ضروري إذا أي انفجار طلع نخاف ولازم نقعد بالبيوت، وبالعكس لا عادي بنعيش حياتنا الطبيعية. وكذلك تحصنت المصارف. أكيد بتحمي احتياط، عندنا احتياط بس الله اللي بيحمي، نحنا عاملينها مش نحافظ على الزبونات تبعنا ونحافظ على أرواحنا وأرواح اللي بيجي لعنا. نائب رئيس بلدية الهرمل عصام بليبل أكد أن هذه التحصينات نتيجة مبادرات فردية مع تزايد الأخطار. طبعا مثل ما شايفين عندنا صار بالبلد كتير انفجارين وصواريخ كتير، فعالم بالنهاية بتحمي حالة، فتشنا دورنا عند بالسرايا أو عند الجهات القوى الأمنية ما في إجراءات لحتى لحماية الناس والمواطنين، والحالات الحالة يكون ملها لورا، فالعالم كل واحد صار عم يشتغل لحاله وعم يجهز عم يحط بلوكات دم محله. وأضاف بليبل أن الحياة لا يمكن أن تنتهي عند تفجير يستهدف الأبرياء، فالحياة مستمرة.